وافقت لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب الخميس الماضي على مشروع قانون تنظيم عمل السايس ومنادي السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد بعد تعديله واعاده صياغته ويعرف مشروع القانون منادي السيارات بانه كل من يتولى تنظيم انتظار السيارات في الاماكن المخصصه لذلك بالميادين والطرق الداخليه المحدده من المحافظين بالتنسيق مع اداره المرور على أن تشكل لجنة عليا بكل محافظة لإدارة المهنة وتنظيمها وتختص بإصدار اللوائح التنظيمية وتحديد الأماكن التي تصلح للانتظار والأوقات المناسبة بما لا يعوق حركة المرور ويشترط في من يصدر لها الترخيص بمزاولة المهنة ألا تقل سنه عن 21 سنة وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون حاملا رخصة قيادة سارية وان لا يكون صدر ضده حكم بات في جريمه مخله بالشرف والامانه وان يكون حسن السير والسلوك وان يكون حاصلا على شهاده صحيه تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدره فضلا عن اداء الخدمه العسكريه او الاعفاء منها ولا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ ماليه من قائد السيارات اكبر من المقابل المحدد ويلغى الترخيص في حاله مخالفه الشروط او ممارسه المهنه في غير المكان المحدد او تحصيل مبالغ اكبر من القيمه المحدده ويعاقب بالحبس مده لا تجاوز سته اشهر وبغرامه لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسه الاف او باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس المهنه دون ترخيص على ان تضاعف العقوبه بحديها في حاله العوده